فيديو النهارده باذن الله هنتكلم عن الفاين سنسيشنز، الاحاسيس المهمه، وهنقول اساميها ونتكلم عليها بالتفاصيل والباس واي اللي هتتحرك فيه السنسيشنز دي. طبعا احنا الفيديوهات السابقه اتكلمنا عن الاحاسيس الاقل اهميه، البين، التمبريتشر، الكرود تاتش، الايتشنج، التيكلينج، وقلنا دول ليهم باس واي خاص بيهم. ولو ان الكرود تاتش قلنا ان هو بيتنقل في سكتين، سكة مع الاحساسات الاقل اهمية وسكة اخرى مع الاحساسات المهمة. طب قبل ما نيجي نتكلم مين هم الفاين سنسيشنز، لازم تبقى عارف ان كلمة فاين بتحمل معاني كثيرة جدا، احساس محدد ودقيق، محدد من اول الريسبتور بتاعه. يعني احنا النهاردة هنتكلم عن ريسبتور سبيسيفيك محدد للسنسيشن ده. طيب هنتكلم كمان عن افرنت سريعة لنقله، وده مهم قوي. انت احساس مهم تعامل معاملة خاصة، لازم تتنقل بسرعة، ده أساسي. هنتكلم كمان عن نقطة مهمة قوي وهي الأدابتيشن، لازم نكون عارفينها كويس. وفكرك بتعريف الأدابتيشن زي كل فيديو ما بنتكلم عليه، ده أساسي. لازم أتكلم عن الباسواي أو التراكت، السكة اللي هتنقل السنسيشنز دي، ده مهم قوي اكون عامل فوكس على النقاط دي. وفي النهاية هو التست. طبعا ممكن بعض السنسيشنز هنقول ميكانيزم اوف ستيميوليشن، ازاي حسناها. طبعا التست ده هو التجربة العملي اللي احنا بنعملها في الفيديو ده، نقول فكرتها. وطبعا ليها فيديوهات مخصصة في بلاي ليست القناة ان شاء الله. طيب بالنسبة للفاين سنسيشن هنبتدي بأول إحساس وهو التاتش. التاتش أو اللمس ليه نوعين، نوع فاين فيديو النهاردة، ونوع كرود غير محدد. لما قلنا قطنة صغيرة نحطها على الدرماتوم كلمنا على الكلام ده. طب النهاردة هنتكلم عن الفاين تاتش. خلي بالك ان التاتش ده لازم نتكلم عليه في تجربتين في العملي، يعني لازم نتكلم ان ليها تو تيست. هتقولي طب ازاي يا دكتور، ده لمسة محددة وخلاص. لا، اللمس المحدد قد يكون نقطة واحدة. يعني مثلا ايديك اهي، تروح انا قلتلك غمض عينيك وانا اجيب ماركر، انا الدكتور والبيشنت يبقى مجهز ماركر كمان جنبه. ليه؟ بص، وانت مغمض عينيك انا اهو ايدي اليمين والماركر انا الدكتور، علمتك علامة هي النقطة الزرقاء. تمام، انت بالماركر بتاعك وانت مجهزه ومقرب مني تيجي تشاور على النقطة دي او قريبة منها، كده انت بتحدد مكان اللمس. قالوا طب ما تيجي نسمي التست ده اسم تاكتايل، وتاكتايل دي كلمة لاتيني معناها تاتش، لوكاليزيشن، وكلمة لوكاليز معناها يحدد، عايز احدد النقطة اللي انا اتلمست عندها. كتعريف ability to detect the point of touch، اهم كلمة في التعريف closed eyes، لازم تطلب من زميلك او البيشنت يغمض عينيه. ما ينفعش وانت مفتح عينيه تقول له هيك، لا ده احساس، يبقى دي اول حاجه. طب تعالى نمشي بقى بقواعدنا، الريسبتور ايه بتاع التاتش؟ التاتش احساس مميز، فما ينفعش اقول لك الريسبتور فري نيرف اندنج تقول لي لا ده ريسبتور عام يبقى لأي إحساس. احنا بنتكلم على أحاسيس راقية،
يبقى الريسبتور بتاعنا الار هيبقى ميركل ديسك، خلي بالك، وحاجة اسمها مايسنر كور باسل، اتنين يبتدوا بحرف الام في منتهى الأهمية. طيب ده بس مش بس كده، وعندي كمان باسينيان، والباسينيان اتكلمنا عليها في الريسبتور بوتنشال والرافيني اند اورجن. طب سؤال مهم، نوع الريسبتور ايه؟ الريسبتور ده يشتغل ميكانيكال، اللمس، يبقى التايب ميكانو ريسبتور. طب اشتغل ازاي؟ عملنا ميكانيكال ديسبليسمنت، لما انا بلمسك في نقطة معينة ديسبليس يعني بحرك الريسبتور من مكانه، بزحزحه، او ديفورميتي اوف ريسبتور. كلمة ديفورم يعني انت غيرت من شكله وبالتالي خليته يعمل ستيميوليشن. طيب ده الريسبتور. طب تعالى نتكلم عن الافرنت. عايزين نقول قاعدة النهاردة في اي فاين سنسيشن، الافرنت بتاعي ايه؟ بيتا. ايه بيتا؟ وافتكر معايا الفيديوهات السابقة، قلت لك ان الافرنت الفا اسرع حاجة، ده محجوز للريسبتور في المصل اللي حس بالجاذبية عشان يبعت اشارة سريعة من المصل الى السباينال كورد، يبقى لا. طب والدلتا؟ قلنا فاست بين لو نفتكر. طب والسي؟ قلنا الان مايلينيتد ده مع سلوبين، مع ورم فايبر، كولد فايبرز، وهكذا. طب نيجي للادابتيشن، هتقول لي قلناها في فيديو سنسوري ريسبتور. احساسي باللمس بيكون سريع، يعني الريسبتور على السكين حس ان انت لابس ساعه، بعت سيجنال مباشره بباس واي للكورتكس. لو كان باعت تلات اشارات، التلاتة بيبقوا واحد، خلاص بيحصل نزول مفاجئ في عدد الاكشن بوتنشال اللي بيتبعت. ليه؟ لان انت الاحساس ده مش مهم ان احنا نقول للكورتكس خلي بالك ده في تاتش دلوقتي، كنا هنتجنن. انا لابس الساعة ولا لا؟ لابس الجاكيت ولا لا؟ يبقى ده ما ينفعش. طيب نيجي بقى للتراكت، السكة اللي اتنقل فيها الفاين سنسيشن. طبعا ده هيكون الجزء الثاني من الفيديو، بس قبل ما اقول اسم تراكت عايز اسألك سؤال، الاحاسيس الفاين دي انت تخاف عليها ولا لا؟ تقول لي ايوه طبعا، تاتش، بريشر، هنقول الكلام ده. طالما احساس مهم لازم يمشي في سكة خلفية، لازم احافظ عليه. يعني ما ينفعش احساس مهم تمشي لي مثلا الاحساس ده انتيريور كولم، لا، ما انا عندي تلات عواميد للنقل، انتيريور، لاترال، وفي حاجه اسمها دورزال. الانتيريور واللاترال افكرك بيهم، اللي بيمشي في اللاترال كولم البين والتمبريتشر، الثنائيات. طب اللي يمشي انتيريور قدام او فنترال سباينو سلامك هنقول كرود تاتش. الله، طب انا احساس راقي، انا خايف عليك، يبقى لازم انقله خلفي، دور زل كولم. يبقى دول هما المسارات، عواميد النقل بالنسبه لي الكولمز. ايوه يتنقل في الدورزل تراكت. اقولها لك بشكل بسيط، عندك مجوهرات في البيت او حاجة بريشيس غالية قوي، يا ترى تحطها في ريسبشن الشقة اللي يدخل يلاقيها قصاده، ولا تحطها في صندوق جوه صندوق ومدفول عليه بقفل وفي حتة محمية؟ تقول لي طبعا الحاجة الغالية لازم تمشي دورزل كولم، وده مهم قوي، لازم اخاف عليها. زي دلوقتي رئيس الدولة، رئيس الأركان، وزير الدفاع، الناس دي ما ينفعش نحطهم على الحدود، لا، نحط على الحنود الجنود، ثم
كل ما تبقى رتبتك أعلى بنحافظ عليك تتحط في مكان آمن. الفكرة دي اللي البشر بيعملوها هو فكرة الفاين سنسيشن أو الدورزل تراكت. ده موضوعنا. تمام، لغاية دلوقتي الكلام واضح جدا. طب في نقطة بقى مهمة، نقطة اسمها بيرسبشن، وكلمة بيرسبشن معناها الاستقبال. يا ترى الأحاسيس الراقية دي يا ترى توصل لفين؟ توصل للثلمس وتقف، ولا تكمل للكورتكس؟ تقول لي لازم تكمل للكورتكس. طالما انت احساس فاين عامل زي طلب مهم بيتبعت للشركة، الطلب المهم يعدي من السكرتارية للمدير على طول، البوستة دي VIP. فانا عايزك تفتكر دايما ان الفاين سنسيشن هو VIP، Very Important Person، هو احساس راقي جدا. وعشان كده دايما لما نيجي نتكلم على كل واحد من الفاين سنسيشن هنقول البرسبشن سوماتو سنسوري كورتكس. طبعا السنسوري كورتكس ده هيكون الفيديو القادم ان شاء الله. تمام، ده عادي جدا بالنسبة لنا. طيب تعالى بقى نتكلم على حاجة اخيرة في التكتايل لوكاليزيشن. انت استخدمت كم ماركر؟ تقول لي 2 ماركر في ايد الدكتور اللي حط النقطة على ايد العيان، والعيان وهو مغمض عينيه مجهز في ايده ماركر علشان يشاور على النقطة. يعني مثلا دي النقطة بتاعت الدكتور اللي انا عاملها، جه البيشنت وهو مغمض عينيه عمل النقطة هنا. تمام، مش لازم النقطة الزرقاء بتاعت البيشنت تركب على نقطة الدكتور اللي لمسك عندها، لا، يعني ممكن يركبوا على بعض، يقربوا من بعض، كل ده ماشي، بس ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش النقطة تبقى بعيدة. عشان كده اسم التست تو ماركر تيست، رمز للي انتم استخدمتوه. طيب نيجي بقى للنوع التاني من العملي، تاكتايل ديسكريمينيشن. خلي بالك بقى من الكلمة ديسكريمينيت، معناها يميز. هنا انا عايز اميز بين نقطتين. خلي بالك، هنبتدي الاول بالعملي عشان تفهم يعني ايه اميز. انا دلوقتي هجيب برجل اهو، البرجل ده طبعا مش بالمنظر ده، البرجل بيبقى فيه زي سكرو كده صغير. تمام، وتلاقي بيبقى فيه سنتين، طبعا سن من كل ناحية، وبيتمسك بمسمار من فوق، طبعا ليه طريقة معينة في العمل. البرجل ده هتقولي ليه نهايتين، انا اعمل ايه؟ احطه على ايد العيان، خاصة على الديستال مثلا فالانكس، وهو مقفول. يعني بص، ده الاتنين المضمومة دي، ده البرجل، احطه وهو مقفول واسأل العيان سؤال وهو مغمض عينيه، حاسس نقطة ولا نقطتين؟ يقول لي حاسس نقطة. الله، اعمل ايه؟ اجيب البرجل اللي مقفول وافتحه فتحة صغيرة بره، وارجع احطه تاني، بص يبقى مسافة صغيرة اهو مش مضمومة كده، واقول له حاسس نقطة ولا نقطتين؟ كل ده وهو مغمض عينيه، قاعدة من قواعد السنسوري الاساسية من البداية، لغاية لما يجي يقول لي انا حاسسهم نقطتين. فانا استخدمت البرجل. البرجل ده اسمه على اسم الراجل الالماني اللي اكتشفه، فيبر كومباس تيست. دايما باللغة الالمانية الدبليو تتنطق في، فيبر كومباس. طب سؤال، هو ميزها نقطتين ازاي؟ ركز معايا، نقطة اهي ونقطة اهي، كل نقطة من دول ليها ريسبتور خاص بيها، ليها ار خاص بيها، ريسبتور 1 وريسبتور 2، كل نقطة وليها افرنت بينقلها. ما انا بقول لك احساس محدد، افرنت فوق وافرنت تحت. تمام، كل نقطة من دول بتوصل لمكان محدد
في الكورتكس. يعني النقطة الأولى مثلا وصلت هنا، والنقطة الثانية وصلت هنا، في تمييز. يبقى إذا each point has specific receptor, specific afferent, specific area of representation in cortex، ممثلة في مكان محدد في السنسوري كورتكس. كلام في منتهى التخصص. طب اسأل سؤال، هل النقطتين دول يشتركوا مع بعض او يحصل بينهم التقاء؟ تقول لي لا، لانه لو كانوا التقوا مع بعض في نقطة ما كانش اقدر اميزهم نقطتين. يعني لازم شرط اساسي للتمييز يبقى less convergence، الconvergence اقل، الالتقاء اقل. يعني انا لو بصيت عليها بشكل جميل هلاقي تلاتة لازم يكونوا عاليين، وده طبعا مهم جدا، تلاتة يكونوا عاليين. more، بص بقى، receptor، more afferent، more area of representation في الكورتكس. كل مكان كل حاجة لازم تكون زيادة، والأقل هو الالتقاء. طب سؤال مهم، هو أكتر أماكن نميز فيها بين نقطتين تفتكر مين؟ هتقول لي طبعا اللبس، الشفايف طبعا فيها التمييز عالي قوي، التيب اوف الفينجر، وده مهم قوي، ونقول الأرقام. طبعا لما العيان يقول لك انا حسيتهم او ميزتهم نقطتين، نجيب فتحة البرجل اللي عندها حس نقطتين ونحطها على المسطرة ونقيس، لقينا عند التيب اوف فينجر من 2 لـ3 مليمتر. الفتحتين يعني المسافة بينهم قليلة. طب لو جينا حطيناه على الباك، على الظهر، هتلاقي رقم غريب قوي، 65 مليمتر، وده بيعني تقريبا 6.5 سم. يعني أنا عشان أميز نقطتين على الظهر لازم أفتح البرجل فتحة كبيرة جدا عشان تقول إن دول نقطتين. ده هيوصلنا لنقطة مهمة، إن عدد التاتش ريسبتورز، عدد التاتش ريسبتورز بتكون أقل ما يمكن عند الباك، وده شيء طبيعي قوي. طيب خلي بالك المسافة بين التو إنز اللي عندهم هحس نقطتين، هنسمي المسافة دي اسم مهم قوي، threshold distance. يعني ايه threshold؟ الحد الأدنى. يعني أنا لو قللت المسافة بين النهايتين بتوع البرجل أقل من 2 مليمتر على التيب أوف فينجر، لا يمكن أميزها نقطتين. طيب وهنقول نفس الكلام، هو لأن هو تاتش الريسبتور، هتقول لي مايسنر وميركل وباسينيا ورافيني، هي أفرنت إيه بيتا، ما هو أنا مفيش حاجة اتغيرت، هو نفس الإحساس ولكن مع اختلاف التست. طيب الكلام ده هنعمله مع العملي. طب تعالى بقى للتست التاني المهم جدا. التست التاني هنتكلم عن البريشر. هتقولي طب ليه بقى؟ فاكر في الفيديوهات السابقة قلت لك التاتش لو زاد يبقى ضغط. انا عايز ابين لك العلاقة بين الفاين، يعني مش مجرد احاسيس مهمة وخلاص، لا، ده الاحساس التاني ليه علاقة بالاحساس الاولاني، مشتق منه. طيب نيجي بقى للبريشر. البريشر فكرته ان انا هخلي العين يحط ايديه الاتنين على البنش، على ترابيزة، وهو مغمض عينيه احط تقل على الايد الشمال وتقل على الايد اليمين، واقول له لو سمحت ما ترفعش التقل ده. ليه؟ انا عايز ضغط الاوبجكت على ايديك هو اللي يحسسك انه تقيل
ولا خفيف؟ طب سؤال، نفترض ان العيان ضحك عليا ورفع ايديه، لو رفع ايديه يبقى بيستغل حاجة اسمها muscle tension، يبقى لا انا مش عايز ده، انا مش عايز ان هو يرفع ايديه خالص. طب نسأل سؤال، اسم الريسبتور ايه؟ قبل ما اقول اسم الريسبتور لازم تكون عارف ان الريسبتور ده موجود في الديب فاشيا بتاعت المصل، ده مهم قوي، وكمان الجوينتس، يعني ده اساسي، ديب فاشيا بتاعت السكين المسلز، ويعني نقول الجوينتس بدرجة اقل شوية لان الجوينتس هيبقى فيه احساس تالت. طيب يبقى اذا باسينيان ورافيني. طب وانا طالب كنت بفتكر ازاي؟ بي ار اول حرفين من بريشر، افتكر بي باسينيان، وافتكر ار رافيني، ولو تلاحظ دي للمرة التانية اللي بنقول باسينيان ورافيني، اهم قلناهم مع التاتش العادي، تمام، ونفس الفكرة كله ايبيتا خلاص. طيب والدورزال كولم ده الباس واي، والبرسبشن بتاعك في الكورتكس. طب هنا السؤال بقى، تتوقع الادابتيشن يكون ايه، سريع ولا بطيء؟ نفكر مع بعض، انا واقف دلوقتي ورجلي ضغطه على الارض، البريشر ده احساس مهم ولا لا؟ طبعا طول ما رجلك ضغطه على الارض انت حاسس ان في ارض تحت رجلك، طبعا حاسسها دلوقتي، بعد شويه انا معاك مش مركز ان في ارض تحت رجلك، بس انا عايز اقول ان كبريشر كسنسيشن ده موجود طول الوقت، من غيره مفيش اتزان اساسا. يبقى علشان كده طالما احساس مهم يبقى الادابتيشن از سلولي ادابتنج، زي ما قلنا الكلام ده في فيديو السنسوري ريسبتور، انت سنسيشن مهم يبقى لازم الريسبتور يبعت اكشن بوتنشال باستمرار للكورتكس. ايوه تاني مره هيبعت عدد اقل من اول مره، ولكن ما زالت المعلومه مهمه. يبقى ده تاتش، وده بالنسبه لي البريشر العادي، مفيش عندي ادنى مشكله في الكلام ده. طيب نتكلم بعد تاتش وبريشر في احساس واخد الاتنين. تقول لي يعني ايه احساس واخد الاتنين؟ في احساس هو ان انا خليك تغمض عينيك وادي لك حاجة في ايدك، اقفل ايدك على الحاجة دي، اقفل ايدك عليها وقول لي ايه هي، عاملة زي الفوازير بتاعت زمان، وهقول لك الكلام ده يعني ايه. يبقى ده الاحساس الاول وده الاحساس التاني، عايزين نقول بقى الاحساس التالت، وتلاقي التالت هو تاتش زائد بريشر. طيب اسم الاحساس ده ستيريو جنوزيس، وتعالى نفهم معنى الكلمة. كلمة ستيريو معناها مجسم، انا الحاجة اللي بحسها طول بعرض بارتفاع، يعني زي ما كانوا بيقولوا كده 3D ثلاثي الابعاد. طب وجنوزس جاي من كلمه ديتكشن التحقق، لو عايز تعرف الديفينيشن تعريف الكلام ده صح، ديتكشن اوف فاميليار اوبجكت، حاجه فاميليار حاجه معتاده، فاميليار اوبجكت ان هاند، واهم كلمه وايل ايز ار كلوزد، بوس ايز ار كلوزد، ما ينفعش احط في ايدك مفتاح تمام وانت شايفني وانا بحط المفتاح وبعد كده اقول لك قول لي ايه هو، لا احنا كده بنهزر، لازم الاول العيان مغمض عينيه ومش عارف انت هتحط في ايديه ايه. طيب تيجي بقى نتكلم كاستيريو جنوزس، انا عايز اتكلم عن الريسبتور. الطالب الشاطر الان اللي بيسمع الفيديو يقول لي ما تقولش استنتجنا، ما دام ده تاتش مع بريشر، ان انا بلمس اللي في ايدي ثم بضغط عليه، يعني نفترض اللي في ايدي مفتاح وانا ما اعرفش مغمض عيني،
عرفت ازاي؟ لمسته، ضغطت عليه، اه ده المفتاح ده مشرشر من الجنب. طب طالما تاتش يبقى ميركل و مايستر، طب وطالما بريشر يبقى باسينيان و رافيني، يبقى انا عندي رباعي ريسبتور في منتهى الاهميه هذا الكلام. طيب نسال سؤال مهم، خلي بالك البرسبشن فين؟ تقول لي في الكورتكس. لا، هنعرف الفيديو القادم ان السنسوري كورتكس، خلي بالك ان الكورتكس ده من احد المديرين، يعني في مدير احساس، مدير حركه، مدير رؤيه، مدير سمع. احنا هنتكلم على السنسوري كورتكس بانواعه، هنعرف ان الستيريوجنوزس ده اللي بيعرفه مكان محدد في السنسوري كورتكس، وهنقول اسمه دلوقتي علشان تبقى انت معايا، اسمه سوماتيك اسوشيشن كورتكس، وهحط الاسوشيشن بلون تاني علشان نبقى فاهمين القصه. سوماتيك اسوشيشن، هتقول لي طب استنى يعني ايه اسوشيشن؟ ربط. ربط بين ايه؟ بين خبرتي في الحياه، تجربتي، حاجه طويله ومشرشره وبنفتح بيها الباب على طول، مفتاح. الحاجه اللي انا عارفها طول الوقت بالملمس اللي انا حاسه في ايديا، يعني انا بعمل حاجه نوع من انواع الربط اسمها اسوشيت السنسيشن بالبريفيوس اكسبيرينس، بالتجربه السابقه. ده في منتهى الاهميه، وهنعرف معانا ان المكان ده اللي في الكورتكس لا بيبقى له رقم. هنعرف الفيديو القادم ان في واحد الماني اسمه برودمان، وبرودمان ده هو اللي قسم الكورتكس الى ارياز، عامله زي المعادي عندنا في مصر كده، شارع 9. فهو بيقسم الكورتكس الى ارياز، هنعرف ان ده اريا 5 و7. هتقولي الله طب فين 1 و2 و3 او 3 1 2 ليها تقسيمه؟ هقول لك دي ليها حاجه، اريا 4 لا دي حاجه، اريا 6 حاجه، يعني عايزين نقول ان احنا متقسمين الى مناطق، وده مهم جدا. طيب سؤال بقى مهم، هو نفترض ان انا حطيت في ايدك مفتاح، انت مغمض عينيك وما عرفتش ان ده مفتاح، يا ترى يكون في ليجن او افكشن، في مشكله؟ تقول لي طبعا، ودي هسميها استيريوجنوزس. وكلمه معناها مفيش ديتكشن. خلي بالك عشان تعرف ان ده مفتاح، هتقول لي سوماتيك اسوشيشن كورتكس هو اللي مسؤول عن البرسبشن او الاستقبال. وكمان بعض كتب الفسيولوجي يقولوا كلمه جميله قوي، بس ركز معايا، يقول لك انتربريتيشن. كلمه انتربرت هتقول لي كترجمه حرفيه معناها ترجمه، انتربريتيشن، لكن هنا مش المقصود بيها ترجمه، هي يعني المقصود بيها ايه؟ ان انت تفك اللغز، ايه الحاجه اللي في ايدي دي؟ طيب ده اساسي. طب في حاجه تانية، ان برضو درجه الحراره التمبريتشر بتاع الاوبجكت اللي في ايدي هيفرق برضو معايا. طيب ده الاساس. خلي بالك بارايتال لوب مهم جدا، ان يقول لك اللي في ايدك ده ايه، يعني اسوشيشن كورتكس اللي في انهي فص في البرين. احنا عندنا 4، فرونتال اماني، عندنا بارايتال، تمبرال، واوكسيبيتال، يبقى بنتكلم عن البارايتال لوب، وده مهم جدا نبقى واخدين بالنا منه كويس. طيب لغايه دلوقتي قلنا 3 تاتش و2 اكسبيرمنت، اتكلمنا عن البريشر، واتكلمنا عن الاستيريوجنوزس تاتش زائد البريشر. طيب تعالى نتكلم عن حاجه مهمه، لو انا عندي بقى مش الاثنين مع بعض، لو الاثنين متبادلين. هتقول لي الله يعني ايه متبادل؟ يعني تاتش شويه تاتش شويه بريشر، شويه تاتش شويه بريشر، الاحساس
المتغير ده يا ترى هيبقى ايه؟ هيبقى الاحساس الرابع. انا عايز اوري لك ازاي بيبقى اوريجين واحد زي بلغه الاناتومي، يعني زي منشا واحد، لا يطلع منه مشتقات لاحساسات مختلفه معانا. طيب يبقى ده يوصلنا لرقم أربعة. بص بقى معايا، رقم أربعة هو إحساس الفايبريشن، وهنمشي بنفس الفكرة بالظبط أهو، نفس الترتيب بتاعي. فايبريشن، على فكرة كفايبريشن لو جيت قلت له ديفينيشن، أهم كلمة اللي هقولها alternating touch و pressure sensation، إحساس متغير. وهنا هسأل سؤال مهم، طالما إحساس متغير تتوقع في adaptation ليه ولا لا؟ تقول لي الادابتيشن ايه هو؟ تعرفها، a decrease discharge of action potential، اللي طالع من الريسبتور لما الاستيمولس يكون ثابت. طيب سؤال بقى، الاستيمولس دلوقتي عندنا ثابت؟ تقول لي لا، الاستيمولس مش ثابت، الاستيمولس متغير، عشان كده نقول مفيش ادابتيشن للفايبريشن، نون ادابتنج كايه؟ كاحساس. طب هتقولي طب وانت ليه ركزت الاول كاحساس؟ لان لو جينا اتكلمنا في الفايبريشن على الريسبتور، خلي بالك هتكلم على نوعين من الريسبتورز، وكل نوع بيكون حساس لتردد معين، لان انا هستخدم التيونينج فورك، الشوكة الرنانة اللي عاملة زي حرف اليو دي، وشفناها اكيد في سكاشن العمل. طيب قبل ما نقول اسامي الريسبتور، عايزين نكون عارفين حاجة مهمة قوي، ان الفايبريشن هو ريزميك بريشر، يعني عارف زي على الايقاع، مرة في لمس مرة لا، مرة مرة لا. وطالما ماشي على الايقاع يبقى نسأل نفسنا البريشر كان باسينيان ورافيني، يبقى ده بيجرنا ان الريسبتور فايبريشن حاجتين، باسينيان والتاني هو الرافيني. طب ايه الفرق بقى بين الاتنين؟ هقول لك، انت عندك الباسينيان يحس بالترددات الكبيرة، يعني من 80 الى 500 هرتز، في كتب تقول لك 30 ل 800، بس هو الصح 80 الى 500. طب والرافيني يحس بالترددات القليلة من 0 الى 80. هتقول لي الله، طب ايه الفايدة ان ربنا عمل نوعين من الريسبتورز، نوع يحس بتردد قليل رافيني، ونوع يحس بالتردد العالي؟ هنعرف الكلام ده فيما بعد ان شاء الله. طب سؤال مهم بقى، الريسبتورز دول قلنا ان هما بريشر ريسبتورز، موجودين فين؟ تقول لي في سوفت تيشو. وعلى الرغم، يعني سوفت تيشو يعني موجوده في الابدون، حط الشوكه الرنانه على بطن العيان هو مغمض عينيه، تخبط الشوكه وتحطها من البيز الحته دي، هيحس ان في حاجه بتتهز. ولكن يفضل ان انا احطها على بوني بروميننس، حاجه بارزه، عظمه بارزه. طب ليه؟ علشان الاهتزاز ده يعمل ماجنيفيكيشن، الاحساس يتكبر، تو ماجنيفاي ذا سنسيشنز. طبعا ده مهم جدا، يعني انا اقدر احس بهزه الشوكه في اي مكان في جسمي، اعلى ما يمكن هنا في البوني بروميننس، عشان كده ماجنيفاي. خلي بالك اللي انا بقوله دلوقتي بيتسال كمان مع العملي، يعني على الرغم ان الفيديو ده هو فيديو نظري، ولكن هذه الجزئيه بتتسال مع امتحان العمل. طب كده كلام جميل جدا. طب اسال بقى سؤال، الميكانيزم اوف ستيميوليشن ايه؟
على طول خدها قاعدة، displacement أو deformity. يعني إزاي الباسينيان والرافيني حس أو المايسنر والميركل حس؟ أنت حركت الريسبتور تمام، أو عملت له deformity، غيرت الفورمة، غيرت الشكل. الفكر افرد ايه بيتا، خلاص حفظنا تراكت دورزال كولم. طب سؤال بقى مهم، الفايبريشن كريسبتور يبقى ايه؟ تقول لي رابيد ادابتنج. طالما الاحساس مش مهم قوي، ايه يعني حاجه بتتهز على ايدي شويه وتقف؟ طب ما هو الريسبتور ده هيبعت اكشن بوتنشال ويقل تدريجيا. طب يبقى معنى كده انا كفايبريشن كاحساس نون ادابتنج، كريسبتور كمستقبل انا رابيدلي ادابتنج. الكلام ده في غايه الاهميه. عايز اقول لك لو العيان اتقطع عنده الدورزال كولم مش هيحس باحساس الفايبريشن، لا هيحس كان الشوكه دي ايه؟ معدن سائع على ايده. تقول لي سائع دي حراره، اه يبقى اللي شغال عنده لاترال سباينو سلامك تراكت، لكن دورزال كولم لا. طبعا ده على سبيل المثال كلام عادي جدا. طب انا كده قلت اربعه سنسيشنز، عايز اتكلم على الاحساس الخامس، هو الوضع بقى. يعني ايه؟ البوزيشن والموفمنت، وده في غاية الأهمية إن إحنا نبقى عارفين هذا الكلام. بص هنمسح، هنوسع لنفسنا الفكرة، ونيجي بقى دلوقتي نتكلم على position وموفمنت. على فكرة الجزئية بقى اللي جاية دي جزئية في منتهى الأهمية، وبنعملها مع العملي. طيب يبقى دي رقم خمسة. بس قبل ما أقول position وموفمنت، على فكرة ليهم اسم عام، احساس الوضع. يعني ايه احساس الوضع؟ يعني انا هقول لك على حاجة، انا صباعي ده اهو مفروض، طب وكده؟ تقول لي متني شوية، طب وكده؟ متني اكتر، طب وكده؟ متني اكتر واكتر. الله، هو ده اسمه بروبريوسبشن. خلي بالك من التسمية لان التسمية مهمة قوي. كلمة بروبريوسبشن معناها بوزيشن، معناها الوضع، وده اساسي. طيب نبتدي بالسنس اوف بوزيشن. يعني ايه؟ انا عايز اعرف الجوينت بتاعي، شفت وهو مفرود وبيتني بدرجات مختلفة، ايه علاقته باللي حواليه؟ يعني الوضع بتاعه ده اتغير عن اللي حواليه ازاي؟ طب هنمشي بنفس القواعد بتاعتنا، اسم الريسبتور ايه؟ هنا بقى هنقول اسامي جديدة في الريسبتور. يعني البوزيشن يتغير في العضلات، يعني مش بس في الجوينتس في ايديا، لا ده وانا واقف، يا ترى انا واقف اب رايت في انتصاب في القامة، ولا انا جذعي مايل، ولا انا قاعد ازاي؟ يعني قاعد على يميني، سند معظم الجسم على اليمين او على الشمال، ايه الحكاية؟ ده سؤال مهم قوي. فقال لك الريسبتور لو في المصل هنسميها مصل سبندل. تذكر هذا الاسم جيدا، تذكره، لان مصل سبندل يعني الالياف المغزليه في العضلات، وده اللي هيحس بالجرافيتي بالجاذبيه. ده هيكون اول فيديو بالنسبه لنا في سلسله فيديوهات الموتور، ده في العضلات. طيب لو في التندون، يعني ايه التندون؟ بص معايا، المصل بتاعتك اهي مثلا، اهي المصل بيبقى في اخرها، انا عندي اوتار اسمها تندون كلنا عارفينها، جوه التندون ده في ريسبتور، والريسبتور ده بيحس بالبوزيشن اهو. يعني بص ادي الجوينت بتاعتي، الجوينت بتاعتي وهي بتتني وهي بتتفرد. الله، طب مين اللي حس؟ مستقبل في التندون، اسمه ايه بقى؟ جولجي، على اسم الراجل اللي اكتشفه. تندون المكان، اورجن
جولجي تندون اورجن. ودي هتلاقي اختصارها العالمي في كل المراجع جي تي او، اول حرف من كل كلمة. ده العادي بالنسبة لي. طيب ممكن يبقى الريسبتور في الجوينتس، الرفيني ده، الرفيني ده موجود في الجوينتس. ممكن يبقى الريسبتور باسينيان. خلي بالك دايما رافيني وباسينيان ثنائيات، قلناهم في التاتش، قلناهم مع بريشر، قلناهم مع الاستيريوجنوزس، اساسيات كده. رافيني والباسينيان تندون وليجنت، والباقي كلنا عارفينه، الاسم الافرنت اي بيتا، والميكانيزم اوف ستيميوليشن، قاعده ديسبليسمنت او ديفورميتي، كل الكلام ده مفيش اي مشكله. طب سؤال، الادابتيشن تتوقع يكون سريع ولا بطيء؟ تقولي الادابتيشن لازم يكون بطيء. ليه؟ انا حاسس دلوقتي ان في ارض تحت رجلي، اول ما رجلي لمست الارض، يعني كنت نايم فلات، رجلي لمست الارض، في ارض تحت رجلي، وفي بريشر بيدي لك اتزان، لان اتزان الجسم دايما في النص. طب لو انا مايل بجسمي ناحية اليمين، يبقى البريشر اكتر يمين، يبقى ده بيديني رسالة، خلي بالك بروبريو سيبشن بتاعك اتغير، وضع الجسم اتغير. على فكرة دايما احساس الوضع بنبعته باستمرار باكشن بوتنشال من الريسبتور من خلال دورزل كولم الى السنسوري كورتكس باستمرار. طب لو اتغير الاشارات تبتدي من اول وجديد. دايما معلومة مهمة، عشان كده الاحساس ده لازم يكون slowly adapting. الريسبتور ايوه هيقلل الاكشن بوتنشال اللي بيبعتها، ولكن ما زالت عالية. طيب لانه ده احساس مهم. طب نيجي بقى للتانية، sense of movement. الموفمنت معناها انت الجوينت بتتحرك ولا لا. انا مش طالب منك الاتجاه، لا انا طالب منك حركة بس. خلي بالك في العملي انا عملت لها فيديوهات ازاي ان انا كدكتور امسك ايد العيان، يعني انا بمسك الجوينت بص من الاطراف من هنا، ايدي اليمين ده انا الدكتور اهو، وبايدي الشمال طبعا مش هعرف اعملها على نفسي، المفروض ان انا اثبت اقرب مفصل، يعني انا المفروض اثبت الحته دي الميدل ميتاكارب، وبايدي اليمين احرك الديستال انتر فالانجي. طب عندنا سؤالين، انت ليه ثبت الجوينت دي اللي تحتها القريبه ليه لو ما ثبتتهاش وعملت كده؟ الله، كل الجوينتس بتتحرك، انا مش عايز احرك كل المفاصل، عاوز احرك ديستال انتر فالانجيال بس، يبقى ثبت الميدل. طب عايز احرك الميدل يبقى ثبت البروكسيمال اللي هي اللي تحتها، عايز تحرك مفصل ثبت اللي تحت. طب السؤال التاني، انت ليه كدكتور بايدك اليمين حركت الجوينت من الاطراف؟ لان انا لو كنت ضغطت على النيل بيد كده كنت عملت بريشر، انا مش عايز اختبر احساس ضغط، انا عاوز اختبر احساس بوزيشن، عشان كده دايما الحركة تكون من الاطراف وتكون جنتلي وليها علاقة بزاوية الحركة. كلام مهم. طب السنس اوف موفمنت، هنا انت بتعرف اتجاه ومعدل الحركة وعلاقته بالجوينتس التانية. كلام جميل. طب اسم الريسبتور اسبندل وجولجي تندون اهي ورافيني كل واحد، وكمان هنحط معاه الباسينيان. بس انا عايز اقول نقطة، ان الباسينيان مميز اكتر في الحركة، يعني المفروض الباسينيان بيبقى مع الحركة اكتر، يعني في كتب تقول باسينيان ورافيني مع البوزيشن، لا الباسينيان مع الحركة اكتر. طب بس انا في نقطة مهمة عايزك تخلي بالك منها،
والنقطة دي إبداع من ربنا. الباسينيان رابيد أدابتنج ريسبتور. وهنا بقى الطلبة هتبتدي تسأل السؤال، يا دكتور أنت قايل إن البروبريوسبشن اللي من ضمنها إحساس الحركة ده مهم ولازم نبعته باستمرار إلى الكورتكس، فده سلولي أدابتنج. طب ليه الباسينيان هنا سريعة؟ ليه هو استثناء ورابيد أدابتنج؟ لأن هو اللي بيقول لي معدل الحركة، الريت أوف موفمنت، ده مهم جدا، هو ده اللي بيقول لي الجوينت اتحرك قد إيه، وبداية السيجنالز اللي أنا مفروض أعملها. فدايما وإحنا طلبة كنا بنفتكرها بطريقة سهلة، أنا رابد يبقى أنا بتحقق من إيه؟ ريت أوف موفمنت، آر آر الرابد مع الريت سرعة أو معدل حركة المفصل، والكلام الباقي كله هو هو، إيه أفرنت إيه بيتا وأدابتيشن، يعني ما عنديش أي مشكلة خالص، هو برضو سلولي أدابتنج، سلولي أدابتنج. بس خلي بالك الباسينيان ده مهم جدا. طيب في معلومة مهمة لازم نكون عارفينها، إحنا عندنا سمول جوينتس وعندنا لارج جوينتس، يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك في فرق بينهم؟ اه، مش بس فكره اناتومي، السمول جوينتس بتاخد السيجنال بتاعتها من السكين ريسبتور. كل ما يكون المفصل صغير السكين ريسبتور ليه دور، يعني ازاي تعرف عقله صباعك مفروده؟ عن طريق ايه؟ الجلد ده ستريتشت. طب ازاي تعرف انها متنيه؟ الجلد اللي وراها تمام بيبقى ستريتشت. اما المفاصل الكبيره ما تاخدش اشارات من سكين ريسبتورز، لان الجلد بيبقى ريدندنت مرتخي، ولو كان الجلد مشدود كان ده هيمنع حركه الجري النط. الجلد مشدود فقط عند السمول جوينتس زي بتوع الهاند. ففي فرق بين سمول جوينت ولارج جوينت، لان احنا بنتكلم النهارده على ايه؟ احساس الوضع. في معلومه اخيره انا عايز اقولها في هذا الفيديو، معلومه مهمه جدا، ان انت عندك نوعين من البروبريوسبشن. هتقول يا دكتور ما انت قلتهم. لا، اللي انا قلتهم دول هم الاختبارات، تست احساس الوضع، احساس الحركه. لكن انا عندي بقى نوعين. هتقول لي نوعين يعني ايه؟ نوع وانت مركز ونوع تاني وانت مش مركز. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت اول ما تلمس الارض برجلك انت حاسس ان في ارض. تقول لي ايوه. طب ما انا على طول حاسس. لا، وانت بتمشي طالع سلم بتروح مدرج ايا كان انت نسيت ان في ارض تحت رجلك، انت ماشي وانت مش مركز. عشان كده البروبريوسبشن هنقسمها الى جزئين، والجزئين دول مهمين جدا. حاجة اسمها conscious، والconscious دي معناها مدرك وواعي، وجزء تاني اسمه unconscious، وده مهم جدا. انت مركز ان في ارض تحت رجلك، خلي بالك ده البداية، لكن طول الحركة ده على طول بقى اقول لك طول الحركة انت مش مركز ان في ارض تحت رجلك، انت ماشي كده. هتقول لي الله، طب والسكتين؟ اكيد كل واحد من دول ليه سكة. طب ما انت يا دكتور قايل ان في دورزل كولم اللي هنشرحه الفيديو القادم. اقول لك ايوه، الانكونشس بروبريوسبشن هو تراكت او سكة، جزء من الدورزل كولم. يعني الدورزال كولم هي السكة الرئيسية، والسكة الرئيسية دي بتوصل إلى الكورتكس. هتقول لي الله، طب والأنكونشس مين المسؤول عنه؟ سيريبيلم المخيخ، وهنعرف إزاي الإشارة توصل من سباينال كورد إلى السيريبيلم. السيريبيلم مستشارك يا برين، أنا المستشار. فاكر الفيديو التاني في القناة قلنا البيزال جانجليا مستشار الكورتكس في الحركات الاوتوماتيك، اكتب ازاي،
اتكلم ازاي، امشي ازاي، ولكن الحركات او يعني انا عايز احافظ على اتزاني اثناء الحركه، لا، انا عندي مستشار جديد اسمه سيريبيلم، هنتكلم طبعا عليه تفصيليا في اخر فيديو في الموتور، هنتكلم ونعرف الدنيا ماشيه ازاي. طيب يبقى في نهايه هذا الفيديو بعرفك ان احنا اتكلمنا عن 5 انواع من الفاين سنسيشن، التاتش وليه تجربتين، تاكتايل لوكاليزيشن وديسكريمينيشن، اتكلمنا عن البريشر، اتكلمنا عن الستيريوجنوزس، وقلنا التاتش ده الاساس، لو زاد بقى ضغط، ولو بقى مع البريشر بقى ستيريوجنوزس، ولو تاتش وبريشر رزمت بايقاع بقى فايبريشن. اتكلمنا على البروبريوسبشن، احساسك بوضع الجسم سواء ماسل سواء جوينت وهكذا. كل نوع من السنسيشن ركزنا على نقاط رئيسيه، ديفينيشن، ريسبتور، افرنت، باسوي، ادابتيشن، بيرسبشن، الاستقبال ده مهم جدا، واسم التست. فاكر تاكتايل لوكاليزيشن، تاكتايل ديسكريمينيشن، في البريشر ما كانش ليها اسم، ستيريوجنوزس هي كده، فايبريشن تجربه تيونينج فورك، بروبريوسبشن تجربتين، سنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت. في سنس اوف موفمنت انت بتعمل نفس فكره البوزيشن، ان انت بتثبت اقرب جوينت وبايدك اليمين تحرك الديستال انترفالانجيال، ولكن الفرق في سؤالك للمريض، هنا كنت بتساله في الوضع صباعك يتحرك فوق ولا تحت، في الموفمنت جاست سؤال مبدئي صباعك بيتحرك ولا لا. وختمنا الفيديو بان البروبريوسبشن يبدا كونشس وطول الحركه يكمل انكونشس. كان معاكم دكتور محمد فايز.